كان فيه ألقاب بتتباع، البيك كان ليها سعر والباشا كان ليها سعر، لكن ولا أيام الملكية ولا في أي وقت بتتباع ألقاب العلمية. إن أنا أخرج أخصائي يبقى كرنيه، أنا معايا ورق كرنيهاتهم خريجي كلية العلوم الطبية ده مكتوب فيه دكتور. فالحقيقة الموضوع بقى فيه إن بيغرر بالولاد دول تحت حجج أو أخرى، ده انتوا بتفهموا أحسن من الدكاترة، ده انتوا بتدرسوا في فرع التخصص أكتر منهم، بيغرر بيهم علشان يستغلوا كقوة دفعة، لأن الكليات دي تجني مليارات مش ملايين. كليات العلوم الطبية الخاصة دول تقنيين ومساعدين أطباء متميزين وزملاء محترمين في فريق الطبي وعلى عيننا وعلى راسنا، ولكن ليسوا أطباء. إن أنا أستخدم بقى اسم أخصائي لتضليل المريض الغلبان عشان يروح يكشف عند حد مش دكتور، الكلام ده تعدى إنه ضد العلم والمنطق في العالم كله، تعدى إنه حرام. الكلام ده إن أنا أحط طلع مسميات تسمح بيه هذا اللبس حرام، ما يتقالش عليه أقل من كده، كمان مجرم بحكم القانون. قانون مزاولة مهنة الطب في مادة واحد بيحرم مزاولة الطب على غير الأطباء، بيجرمها بيعاقبها بالغرامة أو سنتين حبس، وإذا تكرر يبقى الغرامة وسنتين حبس. وفي المادة 11 بيجرم استخدام أي لقب زي طبيب أو أي ما يطلق ويدعو للفهم إن هذا الشخص من حق مزاولة مهنة، دي المادة 11 بيجرم أن أستخدم أي لقب يؤدي إلى لبس يسمح بممارسة المهنة لغير الأطباء المؤهلين لممارسة المهنة. مظاهرات أو غير مظاهرات، أنا مش مشكلتي إنهم بيعملوا مظاهرات أو بيعملوش مظاهرات، أنا مشكلتي إن هم فاهمين حاجة غلط. فاهمين ان لو انا عليت صوتي ممكن اخلي الكلام الغير منطقي والمتناقض مع قواعد العلمية وقواعد مزاولة مهنة الطب في مصر وفي العالم كله، اخلي الحاجات الغير منطقية والغير علمية مقبولة لان صوتي عالي. يعني الصوت العالي بيفيد في ايه؟ انا عندي حق في حاجة، مش العمالة اتكلم بالراحة وحاجة حسي، فبتلجأ لشكل، يعني في اشكال احتجاج معروفه ومفهومه في العالم كله، مش في مصر، في العالم كله، التظاهر والاعتصام يعني اشكال احتجاجيه معروفه في قوانين العمل في العالم كله، ماشي. ولكن هذه الاشكال المفروض انك بتدافع بيها عن حق له منطق له بنيه ليه راس من رجلين، لكن علشان خريجين كليات غير كليه الطب يبقوا اطباء، يعني بقول لحضرتك كارنيهكم مكتوب فيه دكتور وحاطين اخصائي في الكارنيه وبيقولوا بيتناقشوا في ده علنا، احنا اطباء، احنا احسن من اطباء. اطباء ايه؟ اطباء ايه اللي بيقعدوا 7 سنين يدرسوا الجسم كله؟ انا مالي ومال الجسم كله؟ طبعا بيقولوا انا مالي ومال الجسم كله ان هم ما درسوش طب وما يعرفوش ان من اي مظهر في الجسم بتعرف حاجات في حته ثانيه خالص. من مظاهر في الجلد بعرف ان الشخص ده عنده مرض في الكبد او عنده حمى روماتيزميه او عنده، يعني هو ده الصعب في الطب ما فيهوش حدود. انا متخصص في مجال، لكن بعد ما اتهرس في كل حاجه، لو ما اتهرسش في كل حاجه وعرفت الترابط الصعب واللي مين ما بقاش طبيب. هو عشان كده الطب متعب ومزعج. الناس يقولوا طب احنا نزود الدراسه ونبقى اطباء، يا جماعه زودوا الدراسه تخشوا تدرسوا طب تبقوا اطباء، غير كده طب غير كده ما درسناش طب ما يبقاش احترام ليكم، كل الاحترام ليكم، كل التقدير ليكم، شغلكم الغير شغل الاطباء.